السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الآن وعلى مدار 30 دقيقة رح نكون معاكم في برنامج الوطن، حياكم الله. نبدأ من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية. وزير العدل: إجراءات قضائنا عادلة ونرفض أي تدخل في شؤون بلادنا. والملك يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة. ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة وأمطار على الغربية والجنوبية. أما مشاهدينا، عن أبرز الملفات التي سنناقشها في حلقة اليوم: المملكة توفر أعلى فرص التوظيف للجنسين من المواطنين. أما حكاية مسك يصقل المواهب الواعدة بالمؤلف الصغير. بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء أكثر من 1,000,000 حاجة، بزيادة بلغت أكثر من 64,000 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة أكثر من 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ أكثر من 900,000 حاج، وعن طريق البر أكثر من 84,000 حاج، وكذلك عبر البحر أكثر من 10,000 حاج. تسير الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في توازن كبير في أولوياتها وبرامجها، مستهدفة في مجال التوظيف كمثال توفير أعلى للفرص الوظيفية التي تتاح للجنسين المواطنين وفق أنظمة وتوظيف عادلة معلنة الشروط مسبقا. حاليا وفيما تتيح الرؤية بقيادة حكيمة تمكينا أكبر للمرأة السعودية بالقيام بأدوارها المنتظرة، فإنها تتيح المزيد من التسهيلات، ولعل من ذلك ما أعلن عنه مؤخرا نائب وزير الحملة للخدمة المدنية عبد الله الملفي من في شروع الوزارة في تمكين العديد من الجهات الحكومية في العديد من الجوانب الوظيفية والتي منها التوظيف وتمكين الترقيات وللمراتب العاشرة فيما دون، بالإضافة للجهود الكبيرة لوزارة العمل من خلال برامج توطين وتصدر تبعا، وبعضها الآخر ما زال يتطلب التطوير وآليات تنظم أكثر ومتابعة دقة. معنا عبر الهاتف من الرياض الأستاذ سليمان العساف، المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بك. حول هذا الموضوع، أن المملكة قاعدة بتوفر أعلى فرص وظيفية وتوظيف للجنسين سواء من المواطنين يعني الشباب والبنات، كلمني أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. الحكومة السعودية تسعى إلى أن يكون المستقطب والموظف الأساسي للشباب السعوديين من الجنسين هو القطاع الخاص وليس القطاع العام، عن طريق فتح مجالات لهم، عن طريق تسهيل القطاع الخاص باجتذاب وتوظيف السعوديين. الرؤية تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة، كانت في حدود 11.7، كانت تهدف إلى أن تكون حدود 7%، الآن نراها في تقارب 12.9%. فلا بد من تحفيز عملية توظيف السعوديين، تشجيع القطاع الخاص، دعم القطاع الخاص لكي يتمكن من توظيف السعوديين، جعل تكلفة غير السعودي مرتفعة، لأنه عندما يقوم القطاع الخاص بالنظر إلى أن التكلفة لغير السعودي سواء التكلفة المباشرة أو غير المباشرة مرتفعة جدا، فإنه سيضطر إلى توظيف ابن البلد. لذلك نجد هناك خطوات جدية وجيدة تقوم بها وزارة العمل من أجل تحفيز وتشجيع وتوظيف السعوديين، وإن كنا ننتظر ونأمل المزيد. نعم، طيب خلينا نتكلم عن التسهيلات اللي بيتم تقديمها للمواطنين هم في حال أنهم قاعدين بيدوروا على شغل، وكمان نتكلم على السيدات بالأخص، ما هي التسهيلات اللي موجودة اللي بحيث تساعدهم أنهم يلاقوا فرص وظيفية؟ طبعا الحكومة السعودية وخصوصا من خلال وزارة العمل ممثلة في برنامج هدف اللي هو صندوق تنمية الموارد البشرية، قامت بعدة برامج مشكورة، ومثلا تدريب السعوديين، جعل منصات توظيف، ربط الموظف بمن يبحث عن وظيفة، القطاع الخاص، الشركات تقوم بعمل
برامج وورش استقطاب وتوظيف للسعوديين، تعرف السعوديين، لكن لازم ننتظر المزيد، ان تنزل خطوتين تحت، تروح الطلبه اللي يدرسون وتبين لهم وين المجالات الكويسه المفيده النافعه، اين سيذهب واين سيكون في المستقبل، كذلك تشجيع القطاع الخاص من بدعمه بالمزيد من اجل توظيف السعوديين. هذا فيما بالنسبه للشباب بصفه عامه. الفتيات السعوديات الرؤيه تهدف الى ان يكون رفع نسبتهم الى 30% من نسبه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص. كما نعلم انه عندما بدات الرؤيه كان حدود 14%، الان يقارب 20% من الموظفين في القطاع الخاص نساء. كانت هناك العديد من العوائق تمنع توظيف النساء كالنقل، الاهتمام باطفالها وامور اخرى. هذه الوزاره قامت عملت برنامجين للعنايه باطفالهم في مواقع العمل وعمليه نقل تسهيل نقل الموظفات، وتم حل هذه الاشكال. الان نحتاج الى الخطوه الاخرى اللي هي زياده تدريبهم، توجيههم، ربطهم بجهات العمل، تبيين ما لجهات العمل من مزايا عندما يقوم بتوظيف السعوديين، فعندما توظف امراه فانت تعيل اسره كامله. نعم، طيب استاذ سليمان، يعني خلينا نتكلم على الشباب والبنات اللي هم دحين قاعدين بيشوفوا برنامجنا، ايش يعني نقول كيف هي طريقه التقديم، كيف راح يقدموا على شغل؟ كثير من الاشخاص يقول لك في فرص وظيفيه لكن هو ما يعرف الطريقه اللي حيمشي عليها، الخطه اللي راح يمشي عليها حتى يلاقي وظيفته، فيعني برايك كيف ممكن للشاب والشابات انهم هم يبحثوا عن عمل عن طريق هذه البرامج، عن طريق هذه الفرص؟ يا سيدتي، هناك مثل يقول عندما لا تعلم اين تذهب فكل الطرق تتساوى. نعم. إذا ما تعرف أنت ماذا تبحث عنه وكيف تبحث وأين الجهة التي تبحث عنها فأنت تائه ضائع في 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 في, في, في مكان لا تعلم أين أنت. أولا لابد أن تعرف ما هي قدراتك وما هي معارفك وما هي خبراتك والشهادة التي تملكها. أتجه إلى الشركات التي لها لي مجال عندها، واحد. اثنين، أتجه إلى منصات التوظيف التي وضعتها برنامج هدف ممثلة في وزارة العمل ممثلة في هدف. الأمر الثالث، أبحث عن ورش العمل التي من أجل توظيف وطاقات ونطاق إلى آخره. كل هذه البرامج التي تدعم توظيف الشباب لابد أن تأتي أنت. أما أنك تقعد في البيت تنتظر الناس يجونك يقولك تعال توظف، لن يأتي أحد إليك. اسعى وستجد إن شاء الله كل خير، واحصل على الدورات التدريبية المفيدة. يعني مو لازم تدفع فلوس، موجود أونلاين، موجود على في النت برامج تدريبية مجانية وتعطي شهادة، اذهب وتدرب وخذها وظفها في السيرة الذاتية تدعمك وتفيدك وتزيد معارفك في وقت فراغك. صحيح صحيح. طيب أستاذ سليمان، هل هناك بعض الخطط المستقبلية اللي راح تزيد من زيادة فرص الوظيفية للشباب؟ طبعا هناك عدة أشياء. أولا الأمر الآخر، القناعة السابقة القديمة التي كانت لدى القطاع الخاص أن الموظف السعودي كسول، هذه زالت. نعم، أصلا من المفروض أنها تزول من أول، لأنه السعوديين المفروض والله هي السعوديين يشتغلون في أرامكو من عشرات السنين، وما شفنا أرامكو تشتكي من كسلهم. صحيح، السعودي مثل غيره. رقم واحد. اثنين، الدولة عملت خطوات جريئة وإيجابية من أجل رفع تكلفة الاستقدام على القطاع الخاص ودفعه إلى توظيف السعوديين، هذه إيجابية. الأمر الثالث، الشركات الآن تبحث عن شباب سعوديين من أجل توظيفهم. لابد أن ننزل كما ذكرت خطوتين ونتجه إلى التعليم، ولكي يكون مخرجات التعليم تتساوى مع حاجة سوق العمل ومع ما يكتسبه هذا الطالب من معارف. أما أن يكون التعليم يغرد شرقا وقطاع سوق العمل يسبح في تيار معاكس لوحده ووزارة العمل بينهما تائه، هذا كلام موصل. نعم، طيب أستاذ سليمان، يعني خلينا نتكلم على نقطة مرة مهمة، نصيحة تعطينها للشباب والشابات. دحين في كثير من الطلبة والطالبات متخرجين من الثانوية العامة حابين إنهم يدرسوا، الفكرة دائما السائدة هي التخصصات اللي تكون مثلا زي الطب، زي الهندسة، تخصصات مرة يعني زي ما يقولوا محددة، هم شايفين المستقبل منها، لكن هناك تخصصات مهمة جدا وبلدنا تبغاها وتبغى يعني كوادر من عندنا وطنية حتى تشغل هذا المكان، فلو تعطينا نصيحة من خلال هذا البرنامج. يا سيدتي، أنا أقول لك مسألة المهنية، كان يكون طبيبا أو مهندسا أو عالم ذرة وإلى آخره، هذه محدودة. أنا أتكلم بصفة عامة، لا تذهب إلا إلى تخصص في حاجة مستدامة. مثلا
وانا لا انا هذا راي شخصي، يعني نعم ياخذ من يريد ويترك من يريد. مثلا المحاسبه، انا في رايي ان اذهب دبلوم محاسبه خيرا من ان اذهب بكالوريوس جغرافيا او نعم صحيح ماجستير جغرافيا، مع احترامي لهذا التخصص. لكن لما اجي انا وانا ماجستير جغرافيا ولا تاريخ واروح للشركه ويجي واحد معاه دبلوم محاسبه، حياخذوه ويرفضوني انا. لازم تعرف انت الشيء اللي محتاجه السوق. المحاسبه لا يمكن ان يتوقف عنها، التسويق لا يمكن ان تتوقف الشركات عنها، اي تي تقنيه المعلومات لا يمكن ان تتوقف الشركات عنها. اذهب الى ما تراه محتاجه له كل الشركات او الاغلب، ولا تذهب الى المكان الذي تريح ترتاح فيه. يقال اذا جلست حيث تحب في الصغر ستجلس حيث تكره في الكبر. نعم صحيح صحيح. كان معنا من الرياض الاستاذ سليمان العساف محلل اقتصادي، شكرا جزيلا لك. ونروح لفقرة الصحف، ومعانا أول صحيفة لصحيفة الرياض. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة يوم السبت. وفي هذا الخبر، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة عام 1439 هجري مساء يوم السبت 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام في عام 1439 هجرة. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي والاهتمام بالأمر الانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين. والآن نذهب إلى صحيفة سبق، وفيها إطلاق نظام نافذة الدفع الموحد في الموانئ السعودية. وفي هذا الخبر، أطلقت الهيئة العامة للموانئ موانئ اليوم المرحلة التجريبية الأولى لنظام نافذة الدفع الموحد في ميناء جدة الإسلامي كمرحلة أولى بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية تبادل والبنك السعودي البريطاني ساب. وتهدف الخدمة إلى توحيد الرسوم والأجور آليا وتسهيل التعاملات المالية وتقليص الوقت والجهد على المخلصين والجمركيين ووكلاء الشحن ومتعهدي الموانئ، بالإضافة إلى التجار من خلال إلغاء التعاملات النقدية في الموانئ السعودية والعمل على مدار الساعة. والآن إلى صحيفة الوطن أونلاين، مبادرة حج ذكي تجمع التطبيقات الحكومية بالصحية. دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرم الأمير خالد الفيصل مبادرة حج ذكي أمس، والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتنقية المعلومات وتقنية المعلومات، وتهدف إلى خدمة الحجاج ومساعدتهم في أداء مناسكهم. وتجمع المبادرة تطبيقات تفاعلية تتضمن تحديد مواقع المناسك ومساعدة الحاج على الانتقال بين المشاعر وأخرى صحية، فضلا عن التطبيقات الحكومية المفيدة للحاج والمعتمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة. تبادل مغردون سعوديون العديد من المواقف الحياتية التي وصفوها بالعظيمة عبر وسم أعظم حاجة سويتها، الذي تصدر قائمة الوسوم الأعلى تداولا خلال الـ 24 ساعة الماضية. برنامجنا برنامج الوطن اليوم رصد عدة مواقف في التغريدات الآتية. معنا أول تغريدة لنا لليوم، أحمد حامد يقول: أنا معلم مرحلة ابتدائية، كنت أحضر قبل دوامي بنصف ساعة وأجلس مع طالب عندي لديه ضعف شديد في التأسيس في القراءة والكتابة، أعطيه يوميا حصة بمفرده قبل بداية الطابور في نهاية العام. أرسلت لي أمه رسالة طويلة وقالت فيها: والله يا أستاذ إني أدعي لك في كل سجودي، شعور ينسي كل تعب. وكذلك غرد معنا خالد الشماني يقول: حين أخدم والدتي في أي شيء سواء كبيرا أو صغير أسأل الله تعالى أن يرزقني برها. وكذلك غردت معنا إيمان وقالت: فتحت مشروعي الخاص فيني، صغير ونادر في المنطقة، الحمد لله بعد تعب دام سني إلا إني واشتغلت وانجزت وتعبت في كل في كذا مكان، وفي الأخير فتحت لي مشروعي أديره أنا الحمد لله. صح صعبت في البداية بس ما زالت مقاومة كل الصعب، هذا كله بفضل ربي وفضل أمي وما توفيقي إلا بالله. وكذلك غندردت معانا شذا التويجري وقالت إنها حفظت القرآن الكريم كاملاً. وغردت أيضا دكتورة سمر الأسمري قالت إنه ما خليت
وفاه اهلي نهايه حياتي، وخليتها بدايه لاشياء كثيره في حياتي، وصرت في حملات تطوع كثيره لدار الايتام ودار العجزه وكمان ذوي الاحتياجات الخاصه. فعلا صار عندي هدف سامي ونبيل في الحياه، شكرا للظروف مع انها صعبه كثير لكن غيرت اشياء كثير فيني للاحسن. وكذلك اخر تغريده معانا لليوم، غردت الشاعره ريم كليتي تبرعت فيها. اذا مشاهدينا فاصل ثم نعود. اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقيه التعاون مع حساب موجز الاخبار السعودي الاخباري، وفيها وزير العدل: اجراءات وقضائنا عادله ونرفض اي تدخل في شؤون بلادنا. والتخصصات الصحيه تشارك بجهود اللجان المشكله لمعالجه اوضاع المبتعثين السعوديين بكندا. وشرطه الرياض القبض على تشكيل مكون من 6 اشخاص اقروا بارتكاب 14 جريمه سرقه لاموال وبضائع وسرقه من مركبات ضبط بحوزتهم المعدات المستخدمه في ارتكاب جرائمه. والمحكمه العليا تدعو لتحري رؤيه هلال شهر ذي الحجه مساء يوم السبت الجاي. شهد جناح المؤلف الصغير في مهرجان حكاية مسك في دورته العاشرة إقبالا كبيرا من الأطفال، وفي يومه الأولين بمركز الملك رياض الدولي للمعارض والمؤتمرات شاركت فيه جهات عدة، منها مكتبة الملك عبد العزيز ومدارس مسك ووقفة عكاظ على ما يقدم من أروقة المهرجان، والتقت عددا من الأطفال المشاركين في ورش العمل المقامة في الجناح. معنا عبر الهاتف من الرياض نجاح العقيل، إعلامية في التلفزيون السعودي، أهلا وسهلا بك. بداية يعني ماذا تقدم حكاية مسك؟ يعني إيش تعطي للأطفال من تنمية للمواهب، بالذات أنه إحنا دحين في هذا زي ما يقولوا في هذا العصر كثرة الأجهزة الذكية، صاروا الأطفال يعتمدوا على الآيباد على التلفزيون على الكمبيوتر، إن لم يأخذوا منهم زي ما يقولوا الفائدة ياخذوا منهم المعلومات، لكن كتاب ونقرأ ونتجمع في زي ما يقولوا مكتبة، أو كيف ننمي هذه الحاجة عند الطفل؟ أولا مرحبا ويعطيك العافية. الله يعافيك. بالنسبة لمهرجان مسك، طبعا هذه دورته العاشرة، والأطفال المستهدفين من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة. نعم. ففي كثير اقبال من ناحيه الجهات المشاركه، من ناحيه الاطفال، من ناحيه الاركان المشاركه. بخصوص سؤالك اللي هو كيف نشجع الاطفال على القراءه، خصوصا مع انتشار الاجهزه الذكيه، انا اوافق الراي. بالنسبه على سبيل المثال اسلوب طرح القصص والمسرح للاطفال، يكون اسلوب الطرح باسلوب تشويقي مما يجذب الطفل للقراءه. فعلى سبيل المثال عند سرد قصه للطفل ما تكون على وتيره واحده مثلا لما احنا نقراها، لا تكون صوت مختلف للاطفال، نستضيف معانا حتى الاشياء هذه الصور الدمى عشان نجذب الاطفال للموضوع. فحتى نسالهم الاطفال اثناء ذلك ايش تتوقع بيكون، ايش تتوقع بيصير بعد كذا، فنجذب الطفل للموضوع في نفس الوقت. نعم، طب خلينا نتكلم على ورش العمل المقامة في الجناح، ايش كانت يعني ورش العمل؟ ايش كانت الأشياء اللي كانت يعني تستهل من اهتمام الأطفال؟ ممكن المنتج الصغير يعني يسعى لاحتضان المواهب الأطفال المبدعة ونميتها، بتوفير الفرص التدريبية يعني المخصصة للأطفال، إضافة إلى ركن القصص للأطفال، كمان ساعد على الإبداع أكثر مع الأطفال للعمر هذا، يحاول يفكر ويبدع أكثر في القصص، في سرد القصص. فنحس أكثر شيء إضافة إلى مكتبة الملك عبد العزيز، يعني لهم الدور الأكبر في الموضوع. نعم، طيب خلينا كمان نتكلم على كيف شفتي مشاركة الأهل؟ كيف شايفة مشاركة الأطفال؟ هل هم متشجعين مرة للموضوع ولا تحسيهم بيفضلوا شيء عن شيء؟ أمانة أنا أحس أن الأهل لما يجيبوا الأطفال ياخذوهم جولة في البداية عشان نعم. يشوفوا الأركان ويشوفوا كل شيء، فآخر حاجة وين حاب تدخل، وين الركن اللي عجبك، فيكون كل طفل يختار الركن اللي حابه، ما في إجبار على للدخول على ركن معين. نعم،
طيب تشوفي عدد الأطفال كان كثير؟ جدا، لأنه مفضلين الأهالي، صار في وعي، يعني الطفل ما يضيع وقته مثلا ناخذه على ملاهي ولا مكان يضيع الوقت وما في فايدة، لا ينتظرون مسك مهرجان حكاية، مسك بفارغ الصبر اللي ما فيه من تنمية مواهب الطفل وصقلها، وحتى ممكن الأهل يكتشفون حاجات من طريق الورش، ورش العمل. نعم. طيب خليني أتكلم معاكي كمان، يعني مو بس في الكتب، خلينا نتكلم على الأعمال اللي تكون مثلا يدوية برضو، كمان مع تواجد الأجهزة الذكية خلت أطفالنا ما يصير عندهم مهارات باليد يشتغلوها، فهل في هذا المهرجان هل هناك بعض المهارات اليدوية اللي تساعد الطفل؟ سبحان الله، المهارات اليدوية تخلي عنده حتى مهارات فكرية، فهل هناك بعض المهارات اليدوية التي تساعد على المهارات الفكرية؟ طبعا في اركان مشاركه مجهزه للمهارات الفنيه واليدويه، بحيث انها تخرج الموهبه اللي جوات الطفل، ايش حب مثلا يسوي، مثلا الاعمال اليدويه ممكن نقصص الاشكال له، تكون كلها موجوده وجاهزه، فهو عن طريقه يرتبها بمخيلته، بحيث انه ما نحط نموذج قدامه، لا هو يتخيل ايش يكون الشكل فيرتب على هو ما يبغى. نعم. طيب هل هناك بعض الجوائز في هذا المهرجان؟ تعرف الأطفال يحبوا يكونوا أكيد يعني بعد ما أكيد يسووا هذه الأشياء لازم يكون في دافع إن هو مرة تانية يرجع يكمل. أكيد طبعا، في جوائز تشجيعية للأطفال، وفي نعم. دعم، وفي حتى لما يكون الطفل مبدع وعمل شيء مميز يكون لها منظور آخر أيضا. نعم. طيب خليني أنا أبغى أخذ منك، يعني كونك إعلامية أبغى منك نصيحة تعطيها للأمهات في ظل برضو وجود الأجهزة الذكية. دائما نشوف هذا المنظر، نلاقي الأم مشغولة بالجهاز الذكي وسايبة ولدها مع أجهزتها الذكية وبس وخلاص، يعني مو مهمة، خليه ياخذ المعلومات، خليه يتفرج فيديوهات من نفس الايباد ولا من نفس الكمبيوتر، خليه هو يتثقف من هذه بهذه الطريقة. انا ابغاكي تعطي للام فكرة كيف انه مجرد ما انت تقرأ يا ام الكتاب كيف ولدك ممكن ياخذ هذا الشيء زي القدوة، يعني انك انت مو بس يعني الكتاب نفسه الاهتمامات تكون، لا هناك كتب مخصصة فقط للأطفال تحاكي أفكارهم، تكبر الوعي عندهم. إذا كان الطفل واعي معناته هذا يعني زي ما يقولوا احنا قاعدين بنأسس أو بنستثمر طفلا، يعني يقول لك أهم استثمار تستثمره الأم في حياتها هو أولادها. صحيح، أنا أوافقك، وأنت جيت على الوتر الحساس. أنا نعم. عندي طفل عمره 6 سنوات، كان اغلب وقته طول الوقت جالس على الجوال او على الايباد، فاقول له يا ماما اتركه ما يسمع الكلام. فجربت اني اجيب له قصه، والقصه هذه كان اسلوب الطرح فيها جدا شيق. يعني مثلا ما اسرد له القصه على وتيره واحده، اغير صوتي في اثناء سرد القصص. الطفل يحتاج احتضان، يحتاج احتواء، انه احد يلعب معاه، احد يحتوي، فهم مسؤوليه جدا كبيره محاسبين فيها قدام رب العالمين. فاساسا احنا نتركهم على الاجهزه، على الايبادات، ما نعرف اساسا ايش حيدخلوا على ايش بالضبط. فاذا هم شافوا الاهل محتويينهم جالسين معاهم نتكلم معاهم في قصص في حاجات زي كذا، صار يجيب لي مش على الكتاب يقول يا ماما يلا خلينا نقرا قصه. نعم. طيب أستاذة نجاح خلينا نتكلم دحين، بما أننا دحين في فصل زي ما يقولوا آسفة يعني في فترة الصيف، فترة الصيف هذه دحين دائما الأطفال دائما مشغلين أو يكونوا مثلا مسافرين، ثقافة إنه نحن في الإجازة معناته نحن ما نمسك كتاب، هذه الثقافة منتشرة جدا، أبغاك تعطيني كلمة في هذا الموضوع. شوفي، أنا بدال ما إني آخذ الطفل على مثلا على ملاهي يضيع وقته، أوكي أنا مع الأم ناخذ الملاهي شوي، ناخذ مرة مكتبة، إيش رأيك ناخذ مكتبة نشوف الكتب، بعدين عندنا الكتب ترى تجذب الطفل كغلاف كمحتوى ككل شيء، ان حبيتي قصه ان حبيتي شيء تعليمي، فحلو اساسا في الاجازه الام تستغل الاجازه تعلم لغات. طيب هو يدرس في المدرسه انجلش، طيب علميه فرنسي شوي. صحيح يعني صحيح، يكون عنده مهارات، ايه مو طول الوقت. يعني انا احس الام لها مسؤوليه مره كبيره في الموضوع هذا، يعني ما تحط التعليم بس كله على المدرسه، لا نعم، يعني ممكن اعلم الاخلاق التربيه كلها عن طريق الكتب عن طريق قصص. صحيح صحيح. كانت معنا من الرياض الأستاذة نجاح العقل، إعلامية في التلفزيون السعودي، شكرا جزيلا لك وشكرا لنصائحك. ظلت طفلة سعودية أتعبها مرض السرطان تتعارك مع آلام العلاج الكيميائي الذي غير ملامحها الجميلة وألزمها السرير الأبيض إلى أن غيبها الموت، بينما لم تفارقها الابتسامة،
وغيب الموت سفيرة الطفولة الجميلة والمحاربة لمرض السرطان نوال الغامدي وسط حزن خيم على وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع السعودي لتتربع تغريدات نعيها الأولى في الترند لساعات طويلة نظير ما تملك نوال من حضور. تسببت أنظمة القروض الجديدة مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما والتي سيتم تطبيقها في جميع البنوك ابتداء من الأحد المقبل في إقبال كثيف من قبل المواطنين بهدف الحصول على تمويل شخصي كبير بالأنظمة الدقيقة. سجل الأسبوع الأول من مهرجان المدينة المنورة الدولي للتمور تمورنا بركة أرقام مبيعات قياسية تجاوزت 32 مليون ريال كحصيلة مبيعات أكثر من 1,000,000 كيلو. شكرا لحسن المتابعة، مع السلامة.